المهم دلوقتي فين صفصف؟ يا اخويا لا شفنا صفصف ولا ركبنا طفطف. الولية اللي اسمها الجزارة الدبابة دي هي وصاحبتها فضلوا يحوموا حوالينا زي الدبابير، فاحنا طبعا خفنا فقلنا لا احنا ناخد بعضنا ونجي وبعد كده بقى نرجع لهم واحنا معانا رجالتنا. رجالتكو؟ هي فين رجالتكو دي؟ جرايه يا اكرم، هو اللي تحت مناخيرك ده شنب ولا شمسية؟ والله بيني وبينك يا فوقية انا مربيه عشان ما اقعش على ظهري. اكرم عشان كده قفشت وطلبت تيجي معاك صح؟ ايوه ما عشان كده قاعده لازقنا في العربيه وانا مش عارفه احكي لك حاجه منها. الوليه لابده زي البرغوت اللي بطلعه من هدومه. برغوت تفكير شياطين. طيب انا لو حصل اي غدر او لمحته هبلغ. ابقى تستعجلش يعني بلغ. اصبر بس، سميحه خدتها دلوقتي جوه عشان تقرر، فممكن تقررها وما نحتاجش لنبلغ ولا حاجه. يبقى بلغ يا ابني. اصبر يعني بلغ.